اهلا بيكم مع هيثم من جديد. دلوقتي انا قدام برضو خط انتاج اصغر صغير في متناول الجميع، برضو خط انتاج لبوتي البولي ايثيلين، يقدر يعمل شرينك اللي بيتربط بيه اللي هي عبوات العصير والبيبسي، نقدر نعمل منه الاكياس البلاستيك متنوعه الاحجام. ميزه خط الانتاج ده انه خط انتاج صغير اصغر من اللي احنا قلناه قبل كده، ده هاي دينستي لو دينستي، ده ممكن يطلع 50 كيلو في الساعة. زي ما احنا شايفين خط انتاج صغير اصغر من اللي فات اللي احنا شفناه، ده موجود، والمادة اللي البولي ايثيليني اللي موجودة ورانا في الخلفية اللي احنا شايفينها، وده الكنترول بتاعه موجود قدامنا اهو. خط انتاج صغير مش كبير في المتناول، اي صغير مستثمر او مستثمر صغير او مجموعة مستثمرين صغيرين خالص شباب يقدروا يبدأوا هذا المشروع ويقدروا يعملوه في مكان صغير، مش محتاجين اماكن كبيره، مش محتاجين مصاريف كتيره. هذا المنتج بيتباع في كل مكان لا غناء عنه، مطلوب فقط ان شباب حماسي يكون عنده اراده، عنده عزيمه، يقدر يعمل يشتغل، ونقدر نوفر له خط الانتاج بالتدريب عليه، بالتوزيع، بكيفيه التسويق، بكل حاجه. خطوة للأمام بنشجع فيها الشباب، وأشوفكم في لقاء آخر إن شاء الله مع هيثم.